السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتهدوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم واحد القماش واعر، وانا متاكده اللي غادي تجربوا غادي يعجبها، وكنتمنى اللي تجربوا تكتب لي في التعاليق كيفاش جا هذا القماش. هذا القماش يعني ماشي اول مره غادي نستعمله ولا شفتها، وغادي نقول لكم هذا القماش كنستعمله قديم ديما هكا فاش كتوصل الصيف كنبغيو هكا نتهلاو في ريوسنا بماسكيت. انا اليوم غادي نحضر معكم هذا القماش، وانا متاكده غادي يعجبكم، غير جربوها البنات والله حتى غادي يعجبكم. وتا المكونات اللي فيه يعني كاينين في كل بيت. اول حاجه غادي ناخذ صابونه ديال الطوس، ولا عندكم ديال الكف تحكيها على هذا الشكل هذا، وغادي ناخذ خياره. غتاخذوا خياره كيف ما هي، يعني ما تنقي ما والو، غتحكيها هكاك بكل شيء اللي هتحكيها. وغادي ناخذ الروز. الروز بالنسبه للبنات اللي يعني اللي عندها كالروز في الدار ما بغاش تخرج تشري من عند العطار مطحون، تاخذ هذا وطحنه في الدار. انا غادي نطحنه ونوريكم الشكل كيفاش خصو يكون من بعد ما طحني. بعد ما طحنتو المهم غتخليو حتى يتنيل مزيان، غادي نصفيه. ها الطريقه بالنسبه للناس اللي عنده الروز يعني في الدار ما شاريش مطحون، ديري هاد الطريقه. اما اللي شاريه مطحون يعني راه ساهل، يعني كلشي عندها، غادي تحك غير الصابون وغتحك الخيار. دابا من بعد غادي نصفيو الروز ديالنا، غناخدو غير داك البودر ديالها وندوزو الطريقه كيفاش غادي نصايب انا هاد القماش ديالي. اول حاجه غناخد داك الخيار اللي حكيتها، غادي نصف فيها مزيان، ناخد غير الماء ديالها حيت انا غرادي غير بالماء ديالها. ومن بعد ملي نصفي الخيار غادي ناخد الروز انا غندير جوج معالق كبار. كيف ما كتعرفوا على الخيار يعني مفيد بزاف للبشره ديالنا، كيصفيها كيبيض، وكذلك الروز معروف مزيان انه كيبيض البشره ومزيان. هذه الوصفه البنات راه في المره الاولى من يلاه غتجربي هذه الوصفه غادي يبان لك الفرق وكبير. كيرطب البشره، كيصفيها، كتبياضي، بزاف ديال الحوايج في هذا القماش. دابا غادي نزيدو على داك الخيار اللي صفينا الماء، خدينا غير الماء ديالو، غادي نوضعو عليه جوج معالق كبار ديال الروز اللي طحناه، وغادي ندير جوج معالق ديال الصابون اللي حكينا. تقدروا ديروا نتوما غير معلقه واحده، انا درت جوج هكا حيت كنبغي كيكون كريمي بزاف، حيت البنات راه محدكم نتوما كتخلطوا في داك الشيء وهو كيعقد، داك الصابون كيذوب وكيولي كريمي قد ما نتوما هكا تدربي فيه وهو كيعقد. دابا راه غايبان لكم هكا الصوره جاري، ولكن من هنا شويه غنبقى نحرك فيه وغادي يبان لكم كيفاش غادي يعقد. المهم بنات دابا من بعد ما كتبقي تحركي فيها حتى كتحسي بيه عقاد وتستعملي الكريم ديالك، راه هو قد ما كتخليه هكا كيرتاح قد ما كيذوب كيولي كريمي كيزيد عقاد اكثر. صافي البنات انا صايبته هكا واستعملته، دخلت الدوج درتو اللحمي كامل، عرفتوا البنات كيولي لحمك رطب كيبياض، بالاخص البنات اللي كيعانيو هكا برجليهم كتكحل ليهم ولا يديهم ولا وجههم كتشد فيه الشمس. هاد الوصفه راه خطيره البنات، واعره طبيعيه، الا ما نفعاتك ما غاديش تضرك. وكان هذا هو
الكوماج اللي شاركت معكم اليوم، كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، وان شاء الله نزيد ندير لكم وصفات اخرين واعرين. المهم كنتمنى تزيدوا تشجعوني اكثر وتدعموني باش هكا نبقى نعطيكم شي حاجه اللي تستافدوا منها، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله شي حاجه اخرى تاني جديده. يلا بسلام عليكم.